مرحبا بك وشرفتنا بوجودك وبالقناه اللي ما نعرفش اسمها شنو. ومحلاك انت احلى صحفيه ريتها في حياتي. ما تمسيش خشمك هكاك كي تبدا تعمل في انترفيو. ما تمسيش خشمك هكاك كده. عايزه كل صديق دي كده انه زيت دي كله كده شو هذا كده كتبتك سؤالك ياسر طويل الحقيقة. ما فهمت منه حتى شيء. انت مش صحفي تقرب الميكرو كيما كيكا بشوي فهمني. دونك اسمي عصام البرهومي. عندي بنية حلوة مزيانة اسمها أسيل فهمني. تحب تطلع صحفية ديجا شاد شو يسموه هذا ما عرفش شنو اسمه. كنت عايز اخليك تعي والله خليك خليك نكمل علاش تقص على الكلام. لا خلاص دابا الوضع باهي اوكي هذا على الوضع. هذا هو الوضع حد بخدم بضعبي. هذا شيء تاع الوضع اللي حد عقبك. هذا الوضع حد غلط. فاتح تحس سيادة خير خذي باهي باهي ويطلع الوضع هذا وصعب غدا عندنا. طولت علي برشا اسئله الحقيقه. بون باش نختصر انا عندي برشا بطولات عالميه السنه باش نشارك وقاع نترينا ونعمل في ريجيم ووقت تشوف فيه حالتي حليله. دونك فوالا ان شاء الله نجيبوا لقب عالمي السنه ونهديه. كان عندي واحد خير هاي تقص علي في الكلام خلينا نجاوب. نعم علاش تقص علي في الكلام؟ ثم صحفي تقص الكلام على الضيف نتاعها. اتاي خلي يطلعوا وصلوا على الخدمه. اول مره نشوف صحفيه بانديه معناها فهمني. بعد أشهر يكون غاد يقول هو بيت أدخلك يا عمي غادي أنا عم كده إنا إذا عندنا صدي يجي حدا صدى حالي أنا قم بعد ما تفيد أنا بغني واحد بيت ونغني شو هذا شو هذا جوا أنا فيك تتكي ما عش علي وقت طولت لك ما عش علي وقت طولت سؤالت كيسر هي اعطيني نحكي الواحد ما تيجي تصدق بي اعطيني نحكي اعطيني نحكي انا اديك صح ما اخذتك تحكي وحدها من الاخر معناها هذه قريه صحافه هذه حنا نفهم انا قريه صحافه مش عندك في الصحافه انت اكيد هذاني خلي احنا قاري بي سيدي بون مش اختصر انا توا روحت من لونترومون وجيعان فهمني وحب ناكل ديجا ماكلتي خفيفه معناها وعندي ريجيم قاعد نتعذب وانت قاعد تعذب فيا بالاسئله نتاعك. قد ايه تعرف في شيء هذا كيف؟ اي تصبح الاخير اي قص من غادي.